حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. ميناء عدن وتجاره يواصلون الخسارة بسبب إجراءات التحالف العربي. سبب جديد يدفع اليمنيات إلى صفوف التعليم. موقع فرنسي يتساءل، هل وقع الشباب التشادي الذين يقاتلون في اليمن ضحية للاحتيال؟ الكوريتان تتفقان على توحيد التوقيت بينهما بعد القطيعة. أهلا بكم. حتى من يعملون معها ويحاربون تحت لوائها، فإن ميليشيات الحوثي لا تعرف غير طريق واحد وهو التعذيب حتى الموت. وعنوان موقع المصدر أونلاين، صحفي يكشف عن وفاة مقاتل حوثي تحت التعذيب في سجون الجماعة، حيث كشف صحفي مقرب من جماعة الحوثيين عن وفاة أحد عناصر الجماعة المسلحة في سجونها بعد تعرضه للتعذيب والإخفاء منذ أكثر من عام. وقال الصحفي محمد عايش إن الحوثيين قتلوا الشاب محمد عبد الله عاطف تحت التعذيب على الرغم من كونه يقاتل في صفوفهم، وأخفوا مصيره وجثته عن أهله لمدة عام وشهرين قبل أن يكشفوا ذلك. والصحفي عايش يعد من الصحفيين الذين ساندوا الحوثيين في حروبهم وشكل مع آخرين غطاء إعلاميا للانقلاب. وأضاف عايش، بعد أن فقدت أمه بصرها حرفيا وليس مجازا جراء البكاء على وحيدها المخفي بعد مقتل أخيه معهم أيضا، وبعد أن ظلت كل قياداته تكذب بشأنه طوال هذه المدة، كشف عن وجوده لديهم. وقال إن المقاتل الحوثي قتل بأعقاب بنادق جماعته التي يفترض أنه يقاتل معها، وقام بقتله عناصر الجهاز الحوثي المعروف بالأمن الوقائي، والقتل تم في السجن وخلال عمليات التحقيق والتعذيب. ولفت عايش إلى أن الحوثيين استمروا بالكذب على عائلته، وكانوا يرسلون مرتبات القتيل لبعض الأشهر إلى زوجته ليوهم عائلته بأنه لا يزال حيا. عن من أسماهم نفايات هزيمة مشروع الدولة، كتب السياسي والسفير اليمن لدى لندن ياسين سعيد نعمان ما قاله المنشور في الموقع بوست مضيفا، الذين أسهموا في هزيمة مشروع الدولة بمعناها الذي يؤسس لوطن ومواطنة لا زالوا يقاومون ويرفضون بناء هذه الدولة بصور مختلفة من التعبيرات والمواقف. لم يتعظوا مما أصاب الناس وأصابهم من ويلات بسبب الهزيمة التي أوقعوها بالدولة طوال ذلك العمر المديد من الصراع بين مشروع الدولة ومشاريع التسلط الخاصة. كل الذين يعملون على هزيمة الدولة يتحولون مع المدى إلى نفايات لا تصلح لشيء غير إشعال الحروب وملاعنة الشقاء الذي استولدوه بأيديهم. توزع هؤلاء الذين قاوموا الدولة بين مغتصب للحكم وجلاد بيد المغتصب وناهب للثروة ومروج للخطيئة التي ترتكب باسم الدولة الغائبة، ومنظر للحق الإلهي في الحكم، وحانق على ضياع الخلافة، وسلالي أعطبه الدهر مع ما أعطب من خرافات، وناعق في خراب الثأر والانتقام. كل هؤلاء وغيرهم لم يجدوا ولن يجدوا ما يسترون به عوراتهم عندما تهزم الدولة وتنهار كل دعواهم التي تستجر من ملهات الأزمان التي لم تستطع أن تقدم دليلاً واحداً على أن جمود الفكر البشري عند نمط بعينه من الدولة والحكم لم يكن سبباً في الحروب وانهيار الأمم، وأن هذه الانهيارات لم تتوقف إلا حينما ترك الإنسان حرية اختيار حاكمه ونمط دولته. تنام في عدن وفي الصباح تكتشف أن منزلا شعبيا قد أقيم على الطريق الذي عدت منه مساء، ولأجل التخلص من هذا الوضع أقدمت السلطات على إزالة 200 بناء عشوائي في مدينة عدن. وقال موقع المشاهد نت،
أزالت الحملة الخاصة بالمباني العشوائية بمدينة عدن 200 بناء عشوائي في مختلف مديرية المنصورة بمدينة عدن. وقال مصدر في السلطة المحلية بالمديرية إن العشوائيات في المدينة التقنية أدت إلى توقيف مشروع منظمة أوكسفام لترميم بعض الأحواض وفتح طريق للأنبوب الماري من الأحواض إلى مكان التصريف. وقال المصدر إنه تم إزالة العشوائيات في التقنية، كما تمت إزالة البناء العشوائي الذي طال المتنفسات والحدائق في المدينة، مع القول إنه ميناء محرر، إلا أن ميناء عدن بالنسبة للكثير من التجار أصبح بوابة لخسائرهم. وعلق موقع عدن الغد: ميناء عدن وتجاره يواصلون الخسارة بسبب إجراءات التحالف العربي الظالمة. وقال تجار ومستوردون يمنيون إنهم يواصلون خسارة بضائعهم بسبب إجراءات ظالمة تمارسها دول التحالف العربي، وتقضي بتعطيل عملية الاستيراد المباشرة من موانئ العالم إلى ميناء عدن، وهو ما يتسبب بتلف كميات هائلة من البضائع. وأفاد الموقع: يوم الأحد قامت السلطات بميناء عدن بإتلاف كميات ضخمة من الحبوب المستوردة إلى عدن بسبب تلفها. وقال المستوردون إن البضاعة كانت سليمة، لكن توقيفها لأشهر بموانئ جدة وصلالة ودبي تسبب بتلفها وتلف كميات أخرى. وناشد المستوردون الأمم المتحدة التدخل لوقف ما قالوا إنه عبث هائل بات يتعرض له المستوردون في اليمن، وقد يقضي على كل الأموال اليمنية التي تعمل في هذا المجال خلال عام. إن كل أطباء العالم لو اجتمعوا لمعالجة مريض يخفي مرضه ويتستر عليه لن يفعلوا له شيئا. يقول خيري منصور في مقاله في صحيفة الخليج متحدثا عن الحالة العربية، وأضاف في جزء من المقال: لا نبالغ إذا قلنا بأن ثلاثة أرباع ما يعانيه الواقع العربي من أزمات مزمنة وغير قابلة للانفراج في المدى المنظور يعود إلى سببين. أولهما ازدواجية الخطاب، فهناك كلام للنهار وآخر لليل والمهموس به أضعاف المنطوق، وثانيهما الإنكار ورؤية ما تود العين رؤيته فقط. وإذا كان لابد من مثال يجسد هذه الظاهرة فهو المريض الذي يكذب على نفسه وعلى الطبيب أيضا، ويتستر على موقع الداء حرجا أو تجنبا لما يمكن أن يقوله الآخرون. والواقع العربي ليس مزيدا في التاريخ، وما فيه من مشكلات قابلة للحل والتفكيك لو توفرت النوايا وعبر الناس عن كل ما يدور في رؤوسهم بصدق. إن ازدواجية الخطاب سواء جاءت نتيجة للخوف أو اتقاء للتأويل تحول الشيزوفرنيا من إصابة فردية إلى وباء، لأن من لا يشرب من نهر الجنون كما ورد في الحكاية المعروفة لن ينفعه عقله وسيصبح وعيه عبئا عليه. لهذا كثرت الأمثال والأقوال المأثورة عن ضرورة تأقلم الفرد مع المجموع لكي ينجو، ولا يتم إفراده كبعير أجرب من القافلة أو كعنزة سوداء من القطيع. في الثالثة مساء تذهب أم معتز كل يوم للدراسة في أحد مراكز محو الأمية بالعاصمة صنعاء بعد انقطاعها عن التعليم قبل عقدين من الزمن. يقول الموقع بوست إن هذه المرأة ضمن مجموعة كبيرة من النساء دفعتهن وسائل التواصل للالتحاق بمراكز محو الأمية. وأفاد الموقع: المرأة اليمنية ليست بمعزل عن العالم اليوم وتطوراته المتسارعة والمتلاحقة، خصوصا وأن وسائل التواصل باتت تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لحياة الناس وتساهم في صياغة أفكارهم. ترى مديرة إحدى مراكز محو الأمية بمديرية السبعين بصنعاء أن إقبال النساء على مراكز محو الأمية لم يكن السبب الوحيد فيه هو شغفهن بوسائل التواصل الاجتماعي، فقد كانت المرأة اليمنية مهتمة بمحو أميتها قبل ظهور الإنترنت. وأوضحت في حديثها للموقع بوست أنها لاحظت اهتمام النساء باستخدام وسائل التواصل لمعرفة تطورات الحرب باعتبار المرأة جزءا من المجتمع وتتأثر بالأوضاع التي يمر بها الوطن سلبا وإيجابا. تضيف أنه إضافة إلى ظهور مجموعات تعليمية تساهم النساء على تعليم كثير من فنون الحياة والصناعات اليدوية، كل ذلك ساهم في إقبال النساء على التواصل الاجتماعي ومراكز محو الأمية. إذن بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء، تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية
تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم مجددا. هل وقع الشباب التشادي الذين يقاتلون في اليمن ضحية للاحتيال؟ سؤال يحاول موقع راديو فرنسا الدولية الإجابة عنه، ويضيف التقرير الذي ترجم حصريا لقناة بلقيس. تم تجنيد مئات الشباب من المدنيين القبليين الناطقين بالعربية من المناطق الحدودية بين تشاد والنيجر وليبيا للقتال في اليمن. ويفيد التقرير، يلتقي مسؤولو التوظيف لدى شركات أمنية مقرها في الإمارات العربية المتحدة مع زعماء القبائل من هذه المناطق، ويعيدون الفقراء والمهمشين من الشباب بأجور تتراوح بين 900 دولار إلى 3000 دولار. يوقعون العقود ليكونوا وكلاء أمن، ولكن يتم إرسالهم إلى الحرب دون علمهم. هذه الظاهرة واسعة الانتشار وتؤثر على التشاديين الذين يعيشون في سبها جنوب ليبيا. وفقا لمعلوماتنا، تم تجنيد عشرات الشباب التشاديين في هذه المدينة للقتال في اليمن، ويكافح التحالف الذي يشن حربا ضد الحوثيين في اليمن للعثور على جنود من أجل القتال البري. السودان البلد الوحيد الذي أرسل قوات على الأرض منذ 2015 متردد في إرسال قوات جديدة. يمر التجنيد في اتفاق ضمني مع السلطات المحلية في تشاد والنيجر وجنوب ليبيا. يوظفون الشباب ويقدمون لهم عقود الأمن المدني في الخليج لحماية مكة كما يقولون، بالإضافة إلى حقول النفط أو القصور الرئاسية. يقول شريف دجاكو، وهو ناشط تشادي يقيم في باريس لموقع راديو فرنسا، إن هؤلاء الشبان غير مدركين للقتال. لقد بحثوا عن الشباب في كل مكان للذهاب إلى الإمارات للعمل كأعضاء في الأمن المدني، ولكن بمجرد وصولهم إلى الإمارات تم إرسالهم على الفور كمرتزقة. يقوم محمد زين إبراهيم، وهو ناشط في المجتمع المدني، بحملات على الشبكات الاجتماعية ضد هذه التعيينات. يوضح، إنهم يغروك بالمال، لا يتحدثون معك مباشرة عن التجنيد العسكري، ولكن يجب عليك الفرار من هؤلاء الناس. تأكد أنهم سيرسلونك مباشرة إلى اليمن. سوف تموت في اليمن، يجب عليك رفض هذا المال. ابتعد عن هؤلاء الناس. كيم صانع الألعاب، تحت هذا العنوان كتب غسان شرب مقاله المنشور في الشرق الأوسط، مضيفا في أجزاء من المقال. فجأة اهتزت شباك العالم وأعادتني من إجازة الكروية. ثمة من هو أبرع من ميسي ورونالدو ورفاقهما. اقتحم كيم جونغ أون المسرح وسرق الأضواء. تسمر العالم أمام الشاشات للمرة الأولى منذ الحرب الكورية التي صمتت مدافعها قبل 7 عقود. اجتاز زعيم كوري شمالي الخط الفاصل في المنطقة المنزوعة السلاح بين الشطرين. جاء كيم مصافحا ومحاورا وواعدا. أصيب العالم بقدر من الذهول. الرجل نفسه جعل الدول القريبة والبعيدة تحبس أنفاسها مرات عدة العام الماضي. ابتهج بنجاح التجربة النووية كما يبتهج أب بولادة طفل طال انتظاره. لم يعد باستطاعة دولة إحكام إغلاق النوافذ وتخدير الناس بالعقاقير القديمة. القلعة لم تعد قلعة. العزلة تشقق الجدران وتفسد الهواء وتحيل الماء آسنا. القنبلة النووية لا تكفي لإشباع جائع، وصور الزعيم المحبوب لا تغني عن الوجبات الثلاث. الصواريخ نفسها تأكلها الشيخوخة العاجلة من دون جديد التكنولوجيا. ولماذا سيرتضي كوري الفقر وينعم كوري آخر بمنجزات العصر؟ العالم الجديد يتسرب بلا استئذان عبر الإنترنت والهاتف والشاشات. ما أصعب أن تستسلم قلعة. التحول دولة طبيعية ليس أمرا يسيرا، لكن كيم قد يكون جنب بلاده مسار الانحدار والانتحار والانهيار إذا اختار التحول المبرمج واقتدى بالتجربة الصينية على رغم الفوارق. وقصة كوريا ليست قصتها وحدها. هل تستطيع إيران مثلا الانتقال من الثورة إلى الدولة الطبيعية؟ وبماذا شعر الرئيس حسن روحاني وهو يشاهد كيم يعبر إلى الشطر الجنوبي؟
ينتظر العالم موعد كيم مع ترامب، لقاء زعيمين نوويين وصعبين. لكن إذا واصل كيم رحلة التطبيع مع العالم فقد يستحق نوبل للسلام. في انتظار تأشيرة أمريكا، يعاني آلاف اليمنيين ضنك العيش بجيبوتي بعد أن تسبب قرار ترامب بحرمان الآباء من لقاء أطفالهم وزوجاتهم بعد أن أنفقوا آلاف الدولارات من دون فائدة. هذا ما صدرت به العرب الجديد تحقيقها عن شتات اليمنيين في جيبوتي، وتسرد الصحيفة قصص معاناة بينها حكاية الثلاثينية اليمنية أماني علي، والتي تعيش على أمل حصولها هي وطفلاها على تأشيرة من السفارة الأمريكية في جيبوتي، وقد غادرت مدينة عدن منذ فبراير 2015 عبر سفينة نقل للماشية للحاق بزوجها الأمريكي من أصل يمني. تقول أماني بحزن: بسبب غلاء الأسعار حرمت طفلي من الالتحاق بالمدارس بعد خسارتنا لآلاف الدولارات في انتظار الفيزا. وتقول الصحيفة إن هذه الزوجة ليست وحدها، هناك 1000 أسرة يمنية تعول 5000 شخص بينهم 2000 طفل انتقلوا إلى جيبوتي للحصول على الفيزا، جميعهم يريدون اللحاق بأرباب أسرهم في أمريكا بعد تعليق السفارة الأمريكية في العاصمة صنعاء عملها منذ فبراير 2015. يتابع معد التقرير: ضاعفت قرارات ترامب من معاناة الأسر اليمنية العالقة في جيبوتي بعد أن أجبرت على مغادرة اليمن بسبب الحرب الدائرة. وقال معد التقرير إن السفارة وضعت شروطا تعجيزية على طالب الفيزا، من بينها طلب فحص جيني وراثي DNA لثلاث مرات، ناهيك عن الفحص الطبي الذي يجرى أكثر من 4 مرات كفحص الدم وفحص الحالة النفسية والبدنية والفحص بالأشعة السينية. قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي لصحيفة الشرق الأوسط إن إيران تحاول إقناع الجميع بإمكانية المساهمة في حل الصراع في اليمن، لكن اعتبر موقفها هذا مجرد محاولة لتخفيف الضغط عليها من جانب الأمم المتحدة للخروج من اليمن وعدم تقديم مساعدات للحوثيين، مؤكدا أن الجميع بات يدرك أن تدخل إيران يشكل كارثة إضافية لمعاناة الشعب اليمني وأنه لا يمكن أن تكون جزءا من الحل. وكشف المخلافي عن تحركات للمبعوث الأممي الجديد لليمن مارتن جريفيث ما بين عدد من دول المنطقة وصنعاء وتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن، لافتا إلى تمسك الحكومة اليمنية بالمرجعيات المتفق عليها وهي تسليم السلاح والإفراج عن المعتقلين، ثم الحديث عن حكومة تستكمل المرحلة الانتقالية وفق المبادرة الخليجية. المزيد من التوافق بين دولتين ظلتا على قطيعة لعقود، وعنونت صحيفة البيان: كوريا الشمالية تعتمد رسميا توقيت الساعة المحلية في سيول. وقالت الصحيفة إن كوريا الشمالية ستقدم ساعتها 30 دقيقة إلى الأمام للعودة إلى التوقيت المحلي نفسه الذي تعتمده كوريا الجنوبية، وذلك في بادرة حسن نية بعد القمة بين الكوريتين، وفق ما أعلنت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية للأنباء الاثنين. ومنذ العام 2005 لا تتشارك الكوريتان التوقيت نفسه، ذلك أن الشمال كان أعلن في شكل مفاجئ وقت ذاك أن كل الساعات في البلاد سيتم إرجاعها أو إرجاع عقاربها إلى الوراء 30 دقيقة. وأوضحت بيونغ يانغ في ذلك الوقت أن قرارها جاء ليضع حدا للتوقيت الذي كان المستعمر الياباني قد فرضه منذ أكثر من قرن، ومن أجل الاحتفال بالذكرى السنوية 70 لتحرير كوريا من سلطة طوكيو. وأصدر البرلمان الكوري الشمالي الاثنين مرسوما بشأن إعادة كوريا الشمالية إلى التوقيت المحلي نفسه مع الجنوب، وذلك ابتداء من السبت 5 مايو. إذن قبل يوم عيد العمال تحدثت الصور التي نشرتها فرانس بريس عن رجال ونساء في جميع أنحاء العالم أصبحت وظائفهم نادرة على نحو متزايد مع تحول التكنولوجيا إلى مجتمعات، وقد أعادت الغارديان نشرها. نتابع.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.